فالعبادة يجب أن تكون لله وحده. بعض الناس يدعو للجهاد، والجهاد جهاد حق، ذروة سنام الإسلام، لكن ما المقصود من الجهاد؟ التوحيد. المقصود من الجهاد التوحيد. الجهاد غاية ولا وسيلة؟ وسيلة. ما الغاية؟ تحقيق التوحيد. حتى ربنا قال جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين كله لله. وفي الآية الأخرى: ويكون الدين لله. شوف، إذا المقصود أصلا من الجهاد حتى يتحقق التوحيد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس. لماذا؟ لماذا؟ قال: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. لا حتى نكون احنا الحكام، أو حتى نقضي على الفساد والسرقات، أو للصحة، للتعليم، كله مطلوب، ما في مانع. لكن الغاية الأساسية الأصلية من الجهاد، من الأمر المعروف، من يعني المنكر، من إلى آخره، من الدعوة إلى الله، ما المراد من ذاك كله؟ التوحيد. أن يحقق التوحيد، أن يعبد الله وحده ولا شريك له. لذلك أرسل الله جميع الرسل بلا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا جاء الرسول إلى قوم ماذا يقول لهم؟ يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الرسل.